اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الاستاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ مشرف ومنور. ازي حضرتك؟ خليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا حكم؟ ازيك كابتني؟ مش هسالك السؤال المعتاد. لا لا لا، النهارده الاستاذ علاء عزت سلم عليك. سلم على حضرتك طبعا. قال لي هو الاستاذ عبد الحكيم ابو علم وصل ولا ما وصلش مش من المشوار اللي كان عامل قلق انت؟ لا لا، بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن. كان في ناس في القطر النهارده وانا جاي، انا ما اتفرجتش على حضرتك في الانترو وانا فعلا؟ جاي. ليه؟ أنا اكبر دليل ما كنتش في المؤتمر، انا ما رحتش المؤتمر. لا لان انا كنت في الطريق جاي، فبيسالوني هم بيقولوا هو بيراميدز الحكام الاجانب اللي جايبهم من الدنمارك دي. قلت لهم يا جماعه المعلومه اللي عندي. انا حكام اجانب لماتش ايه؟ ما انا ماتش الزمالك بكره. جايبين حكام؟ ما ده الناس بتسالني في القطر. لا لا لا، حكام مصريين. مصريين؟ طب ازاي؟ امال اشمعنى الاهلي يعني بيطلبوا حكام اجانب؟ استاذ استاذ جمال بقى. لا على فكره، لا هم حرين، كل واحد يختار من ما يريده. هو حر، هو كاداره هو حر. امال بتطلع تشتكي ليه انك انت مضطهد وان انت مش عارف ايه؟ برضه هو حر يا اخي. ما انت يا ما احنا حتى اتكلمنا يوم يا استاذ ابو عكيف. والله القطر يا كابتن عايز اكتب مذكراتي في القطر. مذكرات؟ لا، يوم ماتش الاهلي. يوم ماتش الاهلي وبيراميدز احنا قلنا انه بيراميدز ما طلبش حكام ولا اتكلم في اي ماتش غير ماتش الاهلي. ويعني كمان ما اعرفش بقى كل واحد حر يختار ما يريد. طب وحر يا كابتن تروح ترفع قضيه في المحكمه الرياضيه الدوليه وتقول اصل انا شاركت ككونفدراليه وانت من اول السنه ماضي على اللائحه المعلنه. طبعا دي بقى بس برضو خلي بالك، ما انا في الاخر انا كاداره لازم ابقى فاهم الكلام انت بتقوله ده، ان انا ماضي على لائحه. انا ده ماليش دعوه، مش بتكلم على بيراميدز دلوقتي، بتكلم بشكل عام. بيراميدز خارج، هم لهم كل الحريه في اختيار ما يروم مناسبا. واحنا كمان لينا الحريه في ان احنا نقول راينا. يعني حضرتك كنت كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، تمضي على لائحه في بدايه الموسم في الفريق ولا لا؟ طبعا. طيب اللائحه دي بتطبق عليا. اللائحه فيها عقوبات، مش حضرتك ماضي بموافقه عليها؟ طبعا. ينفع بعد كده خصم لك 250,000 جنيه تقول له لا؟ او لا طبعا، ما انت ماضي عليها. صحيح. الف ب اداره. ايوه ماشي يا فندم. ده بشكل عام، لكن انا برضه مره ثانيه انا اسف بقول لكم، لانه في الاخر كل اداره تسلك الطريق اللي هي عايزاه. ايوه بس احنا من حقنا. ولكن بشكل عام يا استاذ جمال، بما ان حضراتكم فتحتوا هذا الامر. انا دلوقتي اعلاميا وحضراتكم اساتذه في هذا الامر. الاستاذ جمال ده يعني استاذنا من كلنا طبعا، ربنا يديله الصحه يعني. من 300 سنه. لا انا هم 5 سنين بس مش كتير. فانا هسال حضرتك يا استاذ جمال. اتفضل. انا لما اعوز اتكلم اعلاميا واخلي الناس تتفرج عليا اتكلم على ايه؟ اكيد على النادي الاهلي. طبعا. ما اعرفش. لا ده 100%. اوكي. يعني عندكم كنت دايما اتعلم. بص، ايام ما كانت طبعا الوسيله الاعلاميه رقم واحد هي الصحافه المكتوبه، كان كل الناس بتتمنى. يعني ليه دايما النادي الاهلي مثلا بيبقى الموضوع الرئيسي رغم انه ممكن ما يكونش اهم المباريات؟ صحيح. انما الجماهيريه لازم الموضوع انت الرئيسي. انت هنا كجورنان بتخاطب القارئ بتاع الجريده. قول لي بالله عليك هتختار مين ولا مين؟ لازم هتركز طبعا على الانديه صاحبه الجماهيريه. ولما بنتكلم على الجماهيريه يبقى النادي الاهلي. دي أيوة، ما فيهاش. يعني الكلام ده حقيقي؟ ده حقيقي جدا. طيب. ما عشان كده انا بقول هو ده، يعني هو ده دايما الكلام اللي انا بقوله، انه خلاص يبقى لازم الكلام ده كابتن يسمع اي طريقه. انا بتكلم عن مسؤوليتي الشخصيه هنا المره الثانيه، بقولها الكلام ده لو اعلامي لو صحفي لو بتاع بيتكلم، لكن ما ينفعش نادي. لا ما هو انا ده طبقه بقى على كل الناس. ازاي؟ بشكل عام. بشكل عام طبقه على كل الناس. صح. اي حد عايز يتكلم يعني حاجة. مدير رياضي ما يطلعش يتكلم ولا يعترض الا في ماتشات الاهلي. لعيبه ما تغلش، مش تغل غل يعني، يبقى عندها حقد غير عادي، مش غل، لان الغل ده مطلوب في الكوره. حقد غير عادي ضد النادي الاهلي بس. مدير تنفيذي ما يطلبش حكام اجانب او عضو مطرد الا في ماتش الاهلي. ده الكلام ده يعمله اعلامي؟ لا، وغير كده المجهود اللي بيبذله اي لعيب كوره في مصر وهو بيلعب قدام الاهلي يختلف عن اي ماتش تاني. بيزود الجل. طبعا هو بيبقى مركز ان هو يوم ما يلعب مع الاهلي بيركز على ان هو يبذل اقصى طاقه عنده. مش كره في الاهلي، لان هو نفسه يثبت وجوده. لا بس في نادي معين كره في، وبالتالي في طبعا في علاقه بقى، مالناش علاقه، مش عايزين. لا لا، في طبعا. ولكن فيه اللي انا اقصده طبعا، لكن اللي انا اقصده في النهايه احنا بنتكلم بشكل عام، لا نتكلم عن نادي بعينه. انا بتكلم هنا. وعلى فكره احنا لازم هنا نوضحها ليه. احنا ما بنقولش كده، ما بندعيش ان المظلوميه برضو. لا مش مظلوميه. لا يعني اصل بعض الناس ممكن يقول لك ايه، هو انتوا بتتكلموا على اساس النادي الاهلي فوق الجميع؟ احنا ما بنقولش كده. لو قلنا النادي الاهلي فوق جميع المنتمين اليه، جميع اعضائه،
واخد بالك؟ يعني دي نقطة محسومة، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ انه النادي الاهلي شئنا ام ابينا او شاء ام ابوا، هو النادي الاهلي بتاريخه معروف، مفيش يعني احنا مش بنجامل النادي الاهلي في هذا الامر يعني. صحيح. بس يا كابتن معلش اتفضل، خلينا مش هتكلم عن ماتش بكره خالص، ماتش الاهلي وسموحه. ماتش الاهلي وسموحه ده سيمي فاينال كاس القديم، الزمالك وبيراميدز، عشان حضرتك ما تقولش انا بتكلم مثلا. لا لا، عايزين نتفرج على الاهلي وسموحه. اوكي، خلينا في الاهلي وسموحه، الماتش ده يديني بطولتين، يديني نسبه ان انا افوز ببطولتين، كاس مصر والسوبر المصري، لان السوبر المصري النسخه اللي جايه اربع فرق. صحيح. فانت ازاي انت طلبت حكام اجانب لماتش دوري بثلاثه بونط، مش عايز تطلب حكام اجانب لماتش يديك فرصه توصل ل 70 80% انك تنافس على بطولتين؟ حقهم مش عايزين، كل واحد حر. اه مش عايزين. اقول لك ايه؟ طيب. وتقول لي يا كابتن ان لا ما فيش توجه. لا في توجه. لا انا ما بقولش لا على فكره، انا بقول لك من حق كل بالزبط. اداره ان ترى التوجه المناسب ليها وتعمله. صح. انا ما بقولكش ان ما فيش توجه. صح. لو قلت لك ان ما فيش توجه ده يبقى انا بس غلطان. كل واحد من انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على طبعا. لا حضرتك كابتن، ما اقدرش اقول اصلا على حضرتك. لا 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 مش قصدي. انا قصدي ان في الاخر كل اداره لها مطلق الحريه في اتخاذ ما تراه مناسبا من كل واحد من وجهه نظره، بيشوف ايه اللي مصلحه ناديه عشان يعمله. صحيح. حرين. سواء بيراميدز او غير بيراميدز، انا بتكلم بشكل عام ان اي اداره من حقها تطلب اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه، زي ما احنا كده دايما بنطالب اداره النادي الاهلي ان هي تعمل، واداره النادي الاهلي في الاخر بترى ما ترى مناسبا وتقدر تعمله وبتعمله. وبرده طالما بنتكلم عن الحق بقى، اتفضل. ما كانش من حق نادي بيراميدز او اي نادي تاني يعترض على ان النادي الاهلي طلب تغيير ملعبه، وهي طبقت عليه لانه هو حر. قلنا الكلام حسب اللائحه. ما هو احنا بنتكلم على ايه يا كابتن اسلام؟ انت كاداري في نادي معين بتبقى قاري اللائحه كويس جدا قبل ما تعترض. صحيح صحيح. يعني والله كلامنا يا كابتن سمير عدلي ده واحد من اعظم الاداريين حقيقي اللي تولوا المسؤوليه دي. طبعا انا فاكر كويس قوي ان هو كان حتى مع المنتخب. ايوه. بيبقى مذاكر الحقوق والواجبات. طبعا. ايه حقي وايه مش حقي. فبالتالي يوم ما بنطلب حاجه كنا في المنتخب كانت بتبقى عن حق، مش افتراء يعني. صحيح. بالظبط. طيب احنا اللي نقصده يا كابتن، ما نقصدش ان احنا بنقول ان هم مش من حقهم وان كل ده من حقك، بس ما تطلعش تقول لي اصل انا واصل انا واصل انا واصل انا. ما انت هو الحقوق بتاعتك ايه؟ ما انت انت ليك مطلق الحريه في الحكام الاجانب هنا، ما تطلبش، انت حر على فكره، ما حدش يتكلم عليك، بس انت ما تجيش بقى بعد ده كله ترجع ترمي الفوضى وتصدرها لنا. وتطلعنا فزاعه بقى، واصل مش عارف مين، واصل خدوا، واصل انا بلعب بالنهار وده بيلعب بالليل. يعني لا طبعا، ما هي دي برضه من الحاجات اللي لا يجب مقارنه بصراحه الاهلي والزمالك مع اي حد تاني. طب رد عليهم. ولا في التوقيت ولا في الجماهيريه ولا في اي حاجه. الحاج عامر حسين الاهلي اكبر جماهيريه بعد الاهلي اكبر جماهيريه وبعدين نادي الزمالك وبعد كده البقيه. مين اللي بيحاولوا يتكلموا يا كابتن لو انت بتتكلم على كده وهم ما بيقولوش حاجه؟ الاسماعيلي والاتحاد مثلا. الاسماعيلي والاتحاد. صحيح صحيح. طبعا دول انديه محافظه. صحيح. اسوان دي انديه محافظات، انديه شعبيه. الاستاذ عامر حسين قالها صراحه. والله النهارده فعلا قال ان الشركه الراعيه، الشركات الراعيه عموما، هي اللي بتطلب ان الاهلي والزمالك يلعبوا بالليل في توقيت معين عشان الناس تلحق تروح تتفرج. قال لك، لان قال لفظه حلوه قوي، قال لك عشان العيال ما تزوغش، عشان العيال ما تزوغش من المدارس والناس ما تاخدش اجازات حتى الناس من سكواله يعني. لكن هي الحقيقه كده. انت عندك ناديين بيتمتعوا بالجماهيريه بصرف النظر عن الترتيب. صحيح. مين اكتر والنسب المتفاوته وكده. لكن احنا بنتكلم على جزئيه ليه بيراميدز لعب ماتشاته اكتر بالنهار. ده دي حقوق اللجنه المنظمه حقيقي يعني، ده حق. طب ليه في كاس العالم للانديه ريال مدريد ما بيلعبش الدور التمهيدي؟ لما احنا ممكن نرفع قضيه. لا ده مش كده كمان، ده ليه مش هيروح نرفع قضيه عليهم بقى. صحيح. ده ليه مش هيروح طنجه مثلا وبيلعب في الرباط؟ هيلعب في الرباط. هي الموضوع كده يعني، هي كده محسوبه. والشركه الراعيه بتحاول تلبي طلبات الفريق الاكبر او الاكثر جماهيريه. مظبوط. دي بديهيات يا كابتن، مش مجامله لحد يعني. حقيقي. وبالتالي ده نقدر نتكلم فيه وده نقدر نقوله ان طبعًا. احنا يا جماعه ما ينفعش تتكلم كده، لانه لا يمكن ان يتم مقارنه ده بالناديين دول كمان تحديدا، لانه النادي الاهلي 70 80 مليون، نادي الزمالك بعدين بشويه وبعدين بقيه الانديه. لا والله يا كابتن، يعني بص الاسماعيلي مثلا 7 مليون 8 مليون في الاسماعيلي مثلا، هنقول بتوع الكوره 2 مليون او مليون، انا اتقبل الاسماعيلي يطلع يتكلم كده. والله بص طبعًا. انا قطعت لان ده نادي جماهيري. شوف الفرق الكبير قد، بس انا اتقبل الاتحاد ما عنديش مشكله خالص. لما يطلع يقول لك لا ساويني بالاهلي والزمالك،
اتقبل كده. اسوان اسوان طبعا. لكن انت تيجي تقول لي حضرتك بانهي صفه بتتكلم؟ انت بتجيب 35 تبقى مأجرهم دافع لهم فلوس، جاي تقول لي جماهيريتي وتبقى بالنهار وبالليل ايه؟ مش منطقي طبعا. لا طبعا هي من الناحيه احنا بنشكر اولا رابطه الانديه نعم انها استجابت وردت على طول عشان تحل مشكله ردا على مالك نادي بيراميدز. بس كمان طب ما الانديه كتير بتشتكي، ليه ما حدش بيستجيب برضه؟ يعني فاهم قصدي؟ يعني هي الاستجابه دي حلوه قوي، سريعه جدا، استجابه سريعه جدا. لا قد تكون عشان دي استثمارات بتتقال يا سيدي الفاضل. ما هو الاهلي استثمارات والزمالك استثمارات. صحيح. كل انديه مصر، ما هي برضه عشان احنا مش ضد حاجه معينه، مش ضد نادي معين، بس احنا بنتكلم على انه الكل سواسيه طالما انت بتعمل دوري، انت ما بتجاملش حد. صحيح. فنرجو ده في بكره اجتماع مخصوص للقصه دي، لجنه الحكام، عشان الحكام. طب ما الانديه كلها بتشتكي من الحكام. مظبوط. ما بتعملش ليه اجتماع مع لجنه الحكام؟ لا هو الاجتماع ده مش عشان ده مخصوص، ولكن لانه هناك شكاوى كثيره جدا من التحكيم خلال الفتره السابقه اللي فجرها ايه؟ الكلام بتاع نادي بيراميدز. بخلينا برضو واقعيين. اللي انا عارفه ان كان الاجتماع ده قبل ما اللي هو فعلا صح. انا متفق مع حضرتك. اهو كان إيه؟ بس هو يعني كان لم يحدد، لمعد حسب معلومتي بس كان في اجتماع، كان في اتجاه. يمكن ده يكون سرع الموضوع. صح. اللي سرع ممكن يكون عجل فعلا. صح. صح. هو كان معد ان انت بعد ما الاستاذ جمال قال لم يرجع من الجزائر كان يتحدد معاه، لكن انت عجلت بسرعه بسبب الشكوى زي ما حضرتك بسبب الشكاوى الكثيره. يا ريت الاهتمام بهذه القضيه تبقى على مستوى اي شكوى من اي نادي. صحيح. كله سواسيه. مظبوط. اسوان زيه زي الاتحاد، زي الاهلي، زي الزمالك، زي كل الانديه. مظبوط. ما احنا ما بنعملش دوري، يعني هل ينفع البي طلبات نادي واحد؟ ما هو دوري لازم اهتم بكل مشاكل الانديه دي، مش عايزه كلام يعني. طيب استاذ عبد الحكيم برضو النهارده كان، خلينا نروح للجانب ايجابي شويه. النهارده المؤتمر الرابع للاعلان عن الراعي الرابع للنادي الاهلي. انا يمكن كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك ان ده جزء من الحاجه اللي بتبين قد ايه النادي الاهلي مؤثر، قد ايه النادي الاهلي البراند بتاعه بيوصلك لحته تسويقيه غير عاديه. ان انت وصلت المرحله دلوقتي الراعي الرابع ولسه قدامك اتنين او ثلاثه تانيين هتعلن عنهم تباعا، وبتعلن عنهم بطريقه ايه؟ بص طريقه المؤتمر، بص الشياكه بتاعت الشكل. فعلا لما تحط كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وتحطهم قدامك زي المشهد اللي احنا شايفينه، مشهد طبعا لازم اي راعي يجي لك، اي راعي لازم يجي لك بالمشهد اللي انت بتشوفه والشياكه والاناقه بتاعت الموضوع. كمان ان انت بتثبت الفوارق الكبيره جدا في التخطيط المدروس، في انك ازاي توصل للهدف بتاعك، في الشعبيه، في الجماهيريه، في حاجات كتيره جدا بالشكل اللي انت شفته دلوقتي. اربع رعاه بجانب البث الفضائي للمباريات الفريق الاول، بجانب ان انت لسه عندك رعاه ثانيه هتعلن عنهم، رقم ان شاء الله باذن الله يوصل لرقم كبير جدا. انا بس الحاجه اللي عايز اقولها يا كابتن، الناس يتمنى، مش اي نادي، الهيئات كلها، مش مشكله ان انت مش عارف تجيب الرقم، ممكن تشتغل على تاخد سيستم النادي الاهلي وتشتغل زيه، بحيث ان انت بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه، توصل للمرحله دي، انك هي. توصل انك تعرف تحقق الارقام دي وتعرف تشتغل كده. مش قصه تقول اصل الاهلي جاب كذا، طب احنا ليه؟ هي القصه مش كده خالص. قصه انت اشتغل على الحته دي، ممكن بعد ست سنين توصل، بس حط رجلك وابتدي. مش انت عايز تقول اشمعنى الاهلي؟ لا انت النهارده لو برضو يا استاذ جمال لما بتسمع كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، هو بيتكلم بمناسبه الكلام اللي بيقوله الاستاذ عبد الحكيم، هو تقريبا نتكلم في هذا الاطار. احنا دايما بقول لكل، هو كابتن محمود قال كده النهارده، قال انا بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، مش عشان خاطر حاجه ثانيه. بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يتعب الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه قدامنا تحديات كبيره، وقالها مرتين لو حضرتك. لا وتابعت طبعا المؤتمر، وكمان الكابتن محمود الخطيب ركز على انه يرجع الفضل لاصحابه. بمعنى ايه؟ ان هو في بدايه كلمته رحب بكل نجوم النادي الاهلي اللي حاضرين طبعا في كل اللعبات طبعا، وقال ان هم دول اللي بيخلوا النادي الاهلي في هذه المكانه. هو النادي الاهلي نادي رياضه في الاول بالظبط. لا يعني انه النتيجه او المحصله اللي فيها دلوقتي قيمه النادي الاهلي التسويقيه راجعه لمجهودات سنين طويله يا حكيم. مظبوط. يعني من سنوات طويله وهي بتتبني. ايوه. ما هياش حتى
نائب رئيس شركه الراعيه قالها صراحه استاذ خالد، اعلن صراحه انه النادي الاهلي من 1907 وهو بيبني تاريخه صحيح، حتى وصل الى هذه المرحله من الثقه اللي بتشجع اي شراكه. يعني هنا اصل في حتتين، يعني في شراكه مع رعاه وفي شراكه مع برضو الشركه المتحده حقيقي، يعني هنا شراكه ذات وجهين، فده في حد ذاته اعتراف وشيء عملي، تجسيد عملي يا حكيم على انه النجاح بيولد نجاح. يعني النجاح لا ياتي من فراغ، والنجاح كمان بيبني عليه نجاحات كتيره جدا يا كابتن اسلام حقيقي، ما هواش من فراغ. وده الراعي الرابع، وحسب ما احنا عارفين انه في الطريق رعاه اخرين. وكابتن محمود الخطيب يمكن اشار برضو وركز وحط خط تحت كلمه انه سعيد بهذه الشراكه، لانها جايه في توقيت النادي الاهلي كمان عنده بيمر بتحديات كبيره، حقيقي، وهذه وركز على كلمه تحديات يعني. نعم. فالنادي الاهلي بيعتمد على نفسه، على ذاته، على تاريخه في ان هو يعمل هذه النجاحات. فطبعا نقول الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك ايضا لشركه مراسم، شركه مراسم المراسم او المراسم السعوديه. فبنتمنى ان تكون هذه الشراكه استكمال لمسلسل النجاح في مجال رعاية النادي الأهلي والشراكة مع الشركات الكبيرة. نعم. في هذا المجال يعني. عموما هي بداية جيدة، أو مش بداية، هي استمرارية، رابع خطوة في طريق إن شاء الله يكون طريق في طريق الرعاية يعني. في طريق المليار إن شاء الله، نتمناها يا رب. أنا ما أعرفش الأرقام الحقيقة، ولكن أتمنى يا رب أن تكون أرقام، وأنا متأكد إن هي أرقام مليارية. نعم، أرقام مليارية إن شاء الله. الرقم يعني فاهم يعني، ماشي، هو النادي الأهلي يستحق ما شاء الله يعني، بس هو ده الحقيقة. ولكن يعني عموما خلينا يعني نبقى سعداء وفخورين بما يفعله النادي الأهلي وبما يحدث داخل النادي الأهلي، لأنه في النهاية زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة محترمة جدا. النادي الأهلي كابتن وحضرتك أدرى مننا مؤسسة تسير جميع أعمالها بشكل يعني متوازي، بشكل مؤسسي وبشكل متوازي صحيح، يعني على المستوى الرياضي، على المستوى الانشائي، نعم، على المستوى التمويلي حقيقي والدعم، ده كله ما بيتم في وقت واحد. يعني حتى الكابتن محمود خطيب اشار النهارده لجزئيه ان النادي الاهلي ما بقاش مجرد مبنى واحد، ده انت عندك اربع منشات عملاقه في الجزيره اللي هو الرئيسي، ثم مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، وبالإضافة إلى الأقصر. نعم. فده كله يعني بيدي مؤشرات بقى الناس يعني لكل ذي عقل يعني. طيب برضه يا أستاذ عبد الحكيم، خلينا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع يعني أنا شفت وأنا اتكلمت عليه في بداية كلامي النهاردة مع جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير، اتكلمت عن اللي بيحصل في الإعلام الرياضي فيما يخص الامور الخاصه بالنادي الاهلي. تلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ بيجري على الحكم وبيتناقش معاه، من تاليه اديت لمحمود متولي اللي انا شايف ان هو انذار ظالم، فانا كمدير كره بروح للحكم واقول له اديته انذار ليه، ما انا عايز افهم، فمن حقي على فكره ان انا افهم واتكلم مع الحكم، ما عنديش مشكله طالما لم اتجاوز. تلاقي ان الناس بتعلق وبيقول لك ما ينفعش ومش عارف ايه، وعلى الجانب الاخر في قنوات مفتوحه فقط اسمها ايه؟ اسمها ايه لغه يعني؟ قول كده بس المعنى، واحنا المعنى ان ما يعني شتيمه فقط، مش عارف الاقي حاجه يعني السب شتيمه يعني فقط، او تجاوزات، خلينا نقول تجاوزات بتحدث دائما في اتحاد الكوره، ماشي، في رئيس لجنه الحكام ماشي، في لجنه الحكام ماشي، في الحكام وشرفهم واسلوبهم وطريقتهم في بعيدا عن اداره المباريات. طب انت بتسكت هنا او قافل عينيك هنا او فاتح عينيك هنا؟ طيب هو الكلام ده يا كابتن في الاساس جديد؟ لا طبعا مش جديد. لا ما احنا بنلقي الضوء عليه. سواريش المدرب السابق للنادي الاهلي وقف مع لاعب بعد ماتش، يعني عارف الناس الاجانب ما بتبصلهاش بالعقد بتاعتنا، بيتكلم معاه ان انت كان ادائك كويس في الماتش على ما اعتقد، مش عارف وادي دجله او نادي تاني يعني مش متذكر الموضوع. الدنيا اتقلبت. طيب فيريرا
راح لايمن كابتن ايمن الرمادي اللي هو اسم كبير جدا 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 في التدريب بس هو كان موجود بره، بيقول له ادعك كده قدام الاهلي ولا كانك سمعت حاجه. في نادي خمس محترفين فاشلين وانت هنا جاي بتكلمني عن مثلا برونو سافيو الدنيا مش موفقه معاه دلوقتي، مع ان راجل بادي كويس جدا وكان صاحب الهدف الاول في السوبر وبتاع، مش موفق في كام ماتش، وارد مع اي لاعب تحصل، لكن انت تركيزك على مين؟ لاعب من وسط خمس اربع محترفين اللي هم عندك دلوقتي، واحد اداؤه قل شويه والثلاثه كويسين جدا، لا ازاي؟ ما ينفعش بتاع ركز على الاهلي المحترفين وبتاع والدنيا، الناحيه الثانيه في خمسه واحد جبته ومشيته، جبته ومشيته 2 مليون دولار وما لعبش ما لمسهاش وجات له حاله نفسيه حسب ما قال ومشي، ما حدش بيجيب سيرته. ما هو التركيز بقى هي دي النقطه اللي كنا حضرتك بتقول عليها جزئيه ان النادي الاهلي بقى اشبه بالترند زي ما كنا بنقول ايه الاهلي الجرنان مش هيتباع الا لو الاهلي حطيت عنوان للاهلي حطيت عنوان للاهلي مش هيبيع. دلوقتي بقى ايه الترند لازم يبقى اهلي حتى لو صح غلط اضرب وخلاص اديها ترند اطلع ترند رقم واحد تويتر ترند ايه دلوقتي فلان الفلاني اتخانق مع اللاعب الفلاني وغايب عن التمرين 3 ايام يعني مثلا حلو محمود كهربا النهارده كذا 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 اشتغل على كهربا ايه يا عم طب ما في خناقه الناحيه الثانيه والله العظيم في اي نادي على فكره محمود كهربا محطوط في القايمه أيوه هو لازم كهربا في الاسم وخلاص هو لازم اسم كهربا وخلاص يعني انا والله نتمنى ان انا شفت حضرتك بتتكلم كتير جدا الكود الاعلامي الناس تطبقه وتبقى عندها حته حياديه واحنا ما عندناش مشكله على فكره لو تم تطبيق الكود الاعلامي بصراحه يعني ما احنا اول ناس بنطبق هذا الكود يعني ده حقيقي انت حضرتك دلوقتي مثلا بتتكلم على جزئيه الناس تخص النادي الاهلي حتى احنا بنتكلم انتقاد موضوعي وعلى فكره النادي الاهلي كنادي اهلي بيتقبل النقد الموضوعي جدا انا راجل بشتغل صحفي وبكتب في شغل كويس جدا والناس بتتقبل طالما النقد بعيدا عن الذمم الماليه وبعيد عن حاجات معينه الناس بتتقبل النقد الفني وبعيد عن التجريح ما عندهمش مشكله خالص وبالعكس لو انت قابلت حد فيهم بيناشك لكن انت لما حضرتك تيجي تتكلم بتنتقد في الاهلي وما تجيبش سيره اي حاجه تانية خالص مش موجود طيب موضوع الصفقات انا اسف ان هتكلم في الموضوع ده النادي الاهلي متاخر طب هي الانديه التانيه جابت ايه؟ طبعا حق الجماهير وده العنصر الوحيد اللي يتكلم في الجزئيه دي انه قلقان على الفريق طلع الجماهير بره الموضوع لكن انت ماسك في الاهلي الصفقات اصل فشل اصل مش عارف مين طب وفيها بقى الانديه فين؟ هي بقى الانديه مش عايزه لعيبه برضه ولا هو التركيز مع الاهلي بس؟ ففي جزء اعلامي يعني نتمنى الناس تبص للحته دي يعني يا جماعه بالراحه شويه على النادي الاهلي من النادي الاهلي بيبيع بس ما في انديه ثانيه ممكن تبيع برضه معاك بيع اقل ايوه طب طيب طب حلو طالما بيع اقل ايوه لا انا قصدي ايه لا انا قصدي برضه علشان الناس برضه ترجع تتكلم يا عم اسلام وما الموضوع وليه وعملت انا الموضوع بالنسبه لي الناس اللي انا بتكلم عنها يعني بالعكس يا كابتن حضرتك بتقول نقطه مهمه جدا على فكره نعم بتقول حضرتك موضوع خطير جدا والله والله العظيم حاجه بدون موضوع خطير جدا لو هو ده الموضوع ده لو احنا بنتكلم بشكل عام يعني لو ده مثلا في حد تاني انا جبت صور لبعض الانديه ماسكين في الحكم يمكن اسوأ من موقف كابتن سعد الحفيظ ولم يتم عقابهم اطلاقا مش الزمالك وغير الزمالك ومصري ومباراه اخيره برضو كنت جايب الصور ليها غير المباريات دي مثلا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هي ايه المشكله لما الحكم مع اللاعب يروح يتكلم مع الحكم عادي بتحصل اهو احنا جبنا 8 لاعبين واقفين حوالين الحكم واللاين مان مفيش مشكله ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مفيش حاجه مفيش الحكم ما جريش طلع في يا كابتن ومشى هنا وزق هنا في توجه برضو خلال الفتره اللي فاتت لايهام الناس يعني يدخلوا في دماغهم وهم ان لجنه الحكام دي بالتشكيل الحالي بوجود كلاتنبرج بتجامل النادي الاهلي. في توجه لده. طبعا. هذا التوجه بيوصل خلي بالك في بعض الناس بيوصلوا هذا الكلام في كلاتنبرج في بدليل انه هو بص يا كابتن بص يا فندم عادي طالما بص كام واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 واقفين حوالين الحكام اهو. ايه المشكله يا كابتن؟ الحكم طلع انذار ما طلعش انذار الحكم زق اللعيبه ما زقش اللعيبه لا ولما تيجي بقى بعيد. لا لما تيجي تطلع انذار مش هتنقي صحيح هتطلع انذار للاولاني هي مفاجاه بصراحه قوطه مين اللي بيعترض مين اللي بيعترض حمدي فتحي كابتن حمدي فتحي اللي كان بيتكلم معاه ماشي هو أيوة رايح لمين اللي متولي لان كابتن حمدي فتحي لا هيتوقف استناه لما جه هو استناه لما جه يعني هو اللي راح بيتكلموا على الوقت الضايع حمدي فتحي مش احنا بنقول ان احنا بنحترم الحكام طبعا وما زلنا بنحترم الحكام وسنظل لكن برضو لازم حد بس أعتقد أنا على فكره انا لم اطلب شيء
والاستاذ عبد الحكيم يقول زي ما هو عايز وحضرتك تقول زي ما انت عايز، ولكن انا بالنسبه لي طلبي عشان بس ما حدش يقول لك مش عارف ايه، لا انا طلبي ان انا يطلع عليا حد من لجنه الحكام يقول لي لماذا انذر محمود متولي. ما هي باينه يا كابتن. لا انا عايز، انت قصدك في رد يعني، انا عايز رد بس حد يرد عليا يقول لي لماذا انذر محمود متولي. انا راجل بتكلم مع عبد الحكيم، اجي انذر استاذ جمال ليه؟ طب انا بقى الطريقه اللي انا شفت بيها اللقطه اللي حضراتكم شفتوها، متولي دخل زق حمدي فتحي علشان يتكلم مع الحكم هو، وعلى فكره بيتكلم وقبل ما يتكلم خلاص. محمود متولي ده واحد مهذب جدا، مهذب. ببص هو زق مين؟ لا استنى حالي سنه، رجعلي سنه لو سمحت. لا ده هو رد فعل مستغرب. بص ده، بص هو انا بتكلم مع حمدي فتحي دلوقتي، احمد عبد القادر جاي بتكلم معاه بقول له اطلع بره وامشي اتفضل. اهو بص امزاي زميله بيتكلم مع الحكم. لا طبعا يعني اهو، ما هو عارفه الحكم باصص طلع اداله انذار. مش فاهم حد بس يفهمني. على فكره ممكن تبقى حاجه حد يقول لي حاجه مقنعه اقتنع بيها وجمهور الاهلي خلي بالك، جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي وواعي. الكلام اللي انا سمعته وسيد اهو بيزق لعيبته بيقول لهم امشي. طب يا كابتن اسلام، عند حضرتك عند حضرتك نهايه ماتش اسوان والزمالك؟ يعني لا ما انا بتكلم، ما هي ما اعترضت، ما هي نفس الواقعه. جبت الحاجات دي، جبت الحاجات. لا ما هي نفس الواقعه يا كابتن على فكره، انا والله العظيم والله العظيم ما اقصد الزمالك. والله ما والله ما اقصدها، انا بتكلم عن نفس الواقعه. اثنين لعيبه راحوا اعترضوا على كابتن امين عمر بنفس، بالعكس الثانيه كان فيها. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، لو حضرتك هنا اديت انذار والله ما كان حد اتكلم هنا. ايوه ايوه طبعا. او في ماتش اي ماتش مصري وكذا ولا. طيب انا سمعت حاجه ما اعرفش برضو صح ولا لا. اوكي. سمعت ان كلاتنبرج وجه لوم مباشر للحكم، اسمه ايه، وليد عبد الرازق ولا ايه؟ للحكم وليد عبد الرازق على الواقعه دي. حلو جدا. انا استفدت ايه؟ وجه لوم. لا ما هو وجه لوم حضرتك زي ما انت عايز. انا استفدت ايه كنادي اهلي؟ لازم لازم انا اللعيب بتاعي مش هيبقى موجود. طب ما انت تملك انك ترفع الانذار. طبعا. نعم. طب ما انت تملك انك ترفع الانذار بدل ما تعمل لوم، ارفع الانذار. مثلا يعني. يعني انا اللوم ده حلو جدا ولطيف وجميل. لا والحكم هيتوقف الماتش اللي جاي. طب انا يعني انا استفدت ايه؟ لا الحكم مش هيتوقف، بس انت حضرتك لو وجهت اللوم انت تملك في تقرير صغير ارفع الانذار ببساطه شديده جدا. ما هو الحكم يعني ما اعرفش، انا الحقيقه انا ما اعرفش صحه هذا الكلام من انا سمعته والله اعلم يعني. يعني من المصادر البسيطه اللي عندي انا عارف ان 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 كلاتنبرج في مثل هذه الامور بيبقى حازم جدا في مثل هذه الامور، وبالتالي لما لمشي انا في النهايه اعتقد ان بس هو في النهايه ممكن انا خسرت محمود متولي في ماتش قمه، وفي النهايه هو ممكن يكون مش هيقدر يعمل ده، يقدر مش هيقدر يرفع الانذار، لكن في خطأ اوكي اعترف بيه كويس، انما في النهايه مين المتضرر؟ النادي الاهلي طبعا 100%. هو ده اللي انا بقوله، ان النادي الاهلي هو المتضرر الاكبر في هذا الامر، ولا حضرتك ولا انا ولا على فكره هو مشجع النادي الاهلي. هو في النهايه محمود متولي او غيره، انا بس اللي انا بطالب فيه، ما هو محمود متولي ما هو في رامي وفي محمد عبد المنعم ان شاء الله ربنا يكرمهم يبقوا زي الفل، ولا في ايمن اشرف وفي مغربي وفي 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 الثقه كلها في اللعيبه كلها. وانا ليه يعني زي ما يقول لك ايه، اصل هو الحكم يعني، هي يا عم اسلام الدقيقتين اللي انتوا الحكم ما خدهمش ولا الدقيقه و23 ثانيه ان الحكم ما دخلهمش، المهم انك تاخد حقك، كنت هتكسبه فيهم. المهم انك ايوه يا سيدي كنت المهم اديني حقي. أيوة. يا عم لو انا مغلوب 20 ما بقاش ممكن اجيب جون يبقى 20-1. بالظبط بالظبط. ممكن ما اجيبش جون، ممكن هو يجيب 21. وانت لو لاحظت برضو انه حتى كابتن حسام حسن ما عملش ولا تغيير غير في الخمس ثواني في الخمس ثواني اللي في الاخر دول، ضيع فيهم دقيقه. ايوه يعني يعني قد تكون فكرته او هو عاوز يعمل كده طبعا، بيكسب وقت او بيضيع وقت، ده من حقه برضه. حقه هو لكن بالزبط. لكن ما يبقاش برضه من حق محمود جاد حارس المرمى انه يقع. يعني وبعد كده اللي بيتكلم بيقول لك هو طلع قال كمان بعد كده، بعد كده اللي بيتكلم يقول لك انتوا مثلا كنتوا محتاجين الدقيقه ونص. طب يا سيدي انت مين قال لك ان الراجل كمدرب ما اتكلمش مع اللعيبه بتاعته قال لهم انتوا كنتوا ضيعتوا فرص الفوز في الماتش؟ انت تعرف منين؟ صحيح. ما هو اكيد هو الراجل قاعد مع لعيبته واحد زائد واحد. ما هو دور المدرب، جزء من دور المدرب ان انا اجيب فيديوهات واقول للعيبه بتاعتي كذا. تعرف منين ان الراجل ما اتكلمش معاهم؟ وتعرف من احنا نفسنا نعرف مين الراجل ما عاقبش لعيبته مثلا. ما هو اكيد وجه لهم لوم. صحيح. لكن في نفس يوجه له لوم اديني حقي، بس هات له حقه. صحيح. ايوه صح. جزء النقد وان الراجل يواجه لعيبته وانتوا قصرتوا ده جزء المدرب، واحنا برضو ممكن ننتقد، لكن انا شايف ان لعيبه الاهلي ممكن نقول الدنيا كانت كويسه بس كانوا محتاجين
اللمسه الاخيره تخلص، وفي نفس الوقت انت ضيعت عليا 4 لـ5 دقايق اخر الماتش، مش دقيقه ولا دقيقتين على فكره، مش دقيقه. انا بتكلم يعني زي ما بقول لك، يعني انا شفتها دقيقه و23 ثانيه، حضرتك ممكن تكون حسبتها بطريقه اخرى. أكتر. انا لا، وبرده الكره لما تقف والوقت بيضيع كده انت بتخرج عن الجيم خالص، حقيقي لعيبتك بتخرج عن الماتش. لا، ده انت وقفت من الدقيقه 3 ايوه يعني اصلا لحد الدقيقه 5:30 يا كابتن مازن. يعني انا وجهه نظري انت اكتر من 3 دقايق على الاقل. لا، هو ادى يعني دقيقه. ادى دقيقه وشويه، هو صح 3 دقايق لكن هو ادى دقيقه وشويه وكام ثانيه، خلص على 97 وكام ثانيه. كابتن، ضياع الوقت مش بس وقت كده، بغض النظر يعني ضياع الوقت كمان اديني حق. معنويا انت بتهمل. ما هو كابتن الفرق. انت اللاعب لما يعرف الوقت الضايع خلص عصبيا مش هيبقى يلعب زي ما الوقت بتاعه يعني متاح. سيبك من الوقت نفسه، القيمة كمان في ان تركيزك. ما انت بص يا كابتن، عشان نطلع من المعضلة دي، الاهلي ما اجتش وما خلص الماتش، بس انا في نفس الوقت عايز ايه؟ اديني جزء من حقي. يا عم في ادارة وفي جهاز فني وفي مدير كورة هيوجه لهم اللعيبة، بس حضرتك ادي العنصر ده زي ما انت حضرتك بتعمل في ناحية، في اي ناحية، في كل الاندية بتدي الوقت الاضافي صح، الوقت بدل الضايع صح. ادي الوقت هنا صح. العالم كان الوقت بيبقى في ماتش مصر 14 دقيقة او 14 دقيقة في ماتش. طب ايه المانع ما تعمل كده؟ لماذا لا يتم تطبيق هذا الامر؟ يعني هو هنا بياخد كل حاجة، طب اشمعنى ده اللي ما بتطبقوش؟ هل ده عشان فريق يكسب فريق؟ بيتعمل عشان كده؟ ولا بيتعمل عشان ده حق الفرقتين؟ حق الفرقتين، حق الفرقتين مظبوط. انه لان انت ممكن تدي وقت اضافي يجي فيه الجون، صحيح، مش لازم انت اللي تجيب جون، صحيح، يعني انت فاهم قصدي؟ فلابد من مراعاه هذه الامور. الحقيقه برضو واحنا بنتكلم في نهايه هذه الحلقه، مباراه مهمه، مباراه سموحه، الدور قبل النهائي في كاس القديم السنه السابقه، وبالتالي مباراه صعبه خصوصا في ظل التعادل في الدوري يا استاذ جمال. شوف، هي دي بطوله منفصله، نعم، وبطوله مهمه جدا، وارجو ان كل اللعيبه تبقى في كامل تركيزها في هذه المباراه. ليه؟ لان برضو انك توصل او الفريق المنافس يوصلك لركلات الترجيح والفيلم يدا مش مظبوط. يعني احنا هنا بنتكلم بقى على اهميه استغلال كل الفرص. نعم. يعني احنا اتفرجنا في ماتش المصري، فرص سهله جدا يا كابتن. فالمفروض الفرص دي زي ما قلنا قبل كده، لو انت استفدت من فرصه في الشوط الاول انت بتنهي المباراه بدري. بدل ما تخش في الجو اللي هو بتاع الوقت اللي ضايع. ما هو الفرقه اللي قدامك كل ما انت بتاجل تحقيق الهدف بتاعك هو كمان بيطمع. بقى هدفه الاساسي ايه؟ يمكن في الاول بيبقى طمعان ان هو يخطف كوره يجيب جون، دلوقتي بقى هدفه الاساسي انه ينهي المباراه كده. فاحنا بنتكلم على ايه؟ على انه هذه المباراه مباراة سموحة في الكأس مهمة جدا جدا جدا، ولا تحتمل أي فرص ضائعة صراحة. يعني لابد كده أنه كل لعيبة النادي الأهلي ياخدوا بالهم من هذه الجزئية، مهمة جدا، وأي فرصة مهمة جدا ما تضيعش. فنرجو أنهم إن شاء الله يقدروا يستغلوا كل الفرص. المباراة دي يا كابتن بعيدا عن هي بطولة منفصلة، دي بتديك فرصة أنك تنافس على بطولتين، انك لو انت ان شاء الله باذن الله ربنا كرمك كسبت، هتروح فاينل الكاس القديم. النقطه الثانيه بتنافس على الكاس وبتنافس على بطوله السوبر. السوبر نهائي البطوله اللي جايه تلعب من 4 فرق، فانت كده ضمنت التواجد في السوبر المصري. فانت هتديك كاس مصر، تديك على فكره اللي جايه، لكن اعتقد ان السنه اللي فاتت دي هي مباراه واحده البطوله دي، الكاس القديم. يعني الكاس القديم ده مباراه واحده، لكن اللي جاي اللي هو اللي احنا مش عارف اوصفها ازاي، اللي احنا فيه ده هيبقى نهائي عادي، نهائي أربع فرق. هم قالوا النهائي بتاع السوبر هيبقى في السنة الجديدة اللي هي دي، لكن اللي فات أعتقد ممكن يكون على أساس إن احنا أيا كان ما أنت عايز البطولة. تمام. طبعا برضه هتديك إن أنت حتى لو صعدت نهائي هتديك فرصة إن أنت تكسب إن شاء الله النهائي وتبقى موجود في بطولة تانية. النقطة التانية بقى اللي هي بعيدة عن التعادل، أنت بتلاعب فريق ليه طموحات مختلفة، بمعنى كابتن طارق العشري محتاج إنه يثبت نفسه لناديه ولجماهير ناديه وإن هو يستحق هذا المكان، وبيخلق وكابتن طارق العشري بيجيد لعب المباريات دي اللي هي يفضل يقفل تمام ويحاول يجرك لجزئيه بتاعته. ف
نتمنى ان احنا نكون حذرين جدا جدا من النقطه دي، دوافع الكابتن طارق العاشر انه يثبت نفسه للاداره ونقدر نتخطى المرحله دي. اخيرا هاخدكم لحاجه بعيدا عن كره القدم وهي كره اليد والانجاز الكبير، هو حتى الان لا يعتبر انجاز، ولكن الحقيقه وانت قاعد بتتفرج على منتخب اليد في بطوله كاس العالم امام كرواتيا والنهارده امام المغرب بتبقى سعيد جدا يا استاذ جمال ان انت عندك منتخب بهذه الروعه وبهذه الكيفيه الرائعه. كره اليد منتخب اثبت انه يسير على الطريق الصحيح منذ سنوات، يمكن بعد شوية في فترة، لكن رجع تاني إلى الواجهة بشكل كبير جدا، وده يعني يخليني دايما أفتكر من وضع لبنة النهضة في اتحاد كرة اليد، كابتن حسن الدكتور حسن مصطفى، من زمان هو اللي خلى منتخب مصر أو كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ولذلك احنا لازم نوجه له التهنئة، وايضا نوجه للاتحاد الحالي التهنئة على هذا الاداء، ونتمنى انهم يستمروا على يعني هم كسبوا كرواتيا والمغرب النهارده، والمغرب كرواتيا كسبوا امريكا بشكل قوي جدا جدا، وضمنوا التأهل الى الدور القادم الدور الثاني حقيقي. فاعتقد ان هم ان شاء الله واعدين جدا ويقدروا يحققوا حاجه جميله. استاذ عبد الحكيم انا مش هضيف كتير على الكلام حضرتك وكلام الاستاذ جمال، لكن هقول نقطه، نتمنى ان احنا في كره القدم نتعلم من نموذج كره اليد حقيقي والله العظيم في كل حاجه. على فكره يا كابتن مش حته ان انت عامل دوري ملتزم ودوري منتظم، لا حتى في الروح والاخلاق. بص حضرتك حقيقي، بص اللعيبه مع بعض، ومع رغم كل المحاولات ان جر اللعبه دي للتعصب والمش عارف ما حصلش. عايز اقول لك حاجه، انا واحد من الناس شفت احمد الاحمر في الشارع في جنبي في البيت او ساكن جنبي، شفته سلمت عليه وحضنته وبصه، انا بحبه جدا لانه اسطوره كبيره جدا لمنتخب مصر وفي كره اليد بالنسبه لي يعني، واسطوره محترمه بعيدا عن اسطوره محترمه جداً. عمرك ما تسمع منه كلمه زي محمد عبد الشافي، وحد بيقدر يتكلم عن محمد ولا حد يقدر ينط عليه، لا لا ولا حد يقدر ينط عليه، نجم نادي الزمالك ولا حد يقدر ينط عليه. الاخلاقيات بتفرض كابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان صحيح، كابتن حسن لا احنا انا بدي امثله حتى من لعيبه، لا بعيد عن بص كابتن حلمي طولان تقدر حد ينكر واحد من اساطير نادي الزمالك؟ لا طبعا. بص ما طبعا. هنا بقى مش هنقعد نعلي على بعض، كابتن حلمي طولان ده اسطوره، تقدر تقول لي في يوم من الايام حلمي وكابتن حلمي طولان لو جه قناه الاهلي نفسه هنا هيقدر يجامل مثلا؟ هيجامل مثلا؟ هيجامل الاهلي على حساب الزمالك؟ مستحيل. اكيد ناديه، لكن انت لازم تحترمه. صحيح. زي ما احترم كابتن محمد عبد الشافي، احمد الاحمر، يحيى الدرع، يحيى الدرع ما هو راكب لاعب في الزمالك محترف بره، تقدر تقول ان مش واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم دلوقتي؟ لا انا بتكلم انه ليه انا بقول كده؟ لانه في النهايه ان دي ناس بتحترم طبعا الرياضه والمعنى ويحترم ومعنى المنافس الرياضه، وبالتالي يحترم يا كابتن. ده كانوا في النيجر، الناس كلها بتحبهم، كانوا في النيجر يا كابتن، كانوا في النيجر في كان بطوله السوبر الافريقي وبعدها بطوله الانديه ابطال الكؤوس، اللقطات اللي كانت بتيجي لعيبه الاهلي والزمالك طالعين يصلوا ظهر الجمعه مع بعض، الاجهزه الفنيه واللعيبه وبتاع، يعني تحس الروح بيبهدلوا بعض في الملعب. خلي بالك ده في الكوره بيحصل برضه يعني، في بس احنا اتجرينا خلال اخر كام سنه يا كابتن لسكه ظهور شخصيات معينه كده وصلتنا بالظبط كده، وصلتنا الحاجات. لكن في اليد على فكره هم بيحاولوا يجروا اليد لكده، بيحاولوا يجروها للحته دي. لكن لحد دلوقتي الاجهزه الفنيه لكل الفرق واللعيبه والمسؤولين اللي بيواجهوا الكلام ده كله بكل قوه لحد دلوقتي، ده الايقاف الوحيد جه من خلال اليد، الايقاف الوحيد اللي حصل جه من خلال اليد. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى قبل النادي الاهلي نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد خلال الايام القادمه في مبارياته القادمه، لانه كلنا في ظهرهم، وكلنا بالمناسبه انا بحدد مواعيدي على مباريات طبعا والله يا استاذ لا والله مصر كلنا بتتفرج على ماتشات، كلنا بنتفرج عليهم وكلنا في ظهرهم، اهلاويه زملكاويه هنا ولا هنا ما عندناش اي مشكله، ولكن نظل دائما كجمهور مصري في ظهر منتخبنا القومي في مباراته في كأس العالم لكرة اليد، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بعد بكرة إن شاء الله. أنا بشكرك جدا، شكرا كابتن إسلام، ربنا يخليك، شكرا جزيلا أستاذ عبد الحكيم، شكرا كابتن إسلام، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.